مساء الفل او صباح الفل عليكم وقت ما انتوا بتشوفونا. النهارده هنعمل مع بعض فيديو انا ملوكه. الفيديو دوت دلوقتي الساعه 1 بالليل، اوكي؟ واحنا عاده الفتره دي احنا بنسهر مع بعض، يعني انا ما بكونش عايزه انام وهي كمان، فهي طلبت مني طلب غريب جدا. طلبت مني اعمل لها بيتزا دلوقتي، وطبعا عشان ما اقدرش ارفض لها طلب فلازم اعمل بيتزا. تعالوا شوفوا بيتزا بالليل هنعملها ازاي، وهنقضي الكام ساعة دول ازاي، هما ساعة او اتنين، تمام؟ هأكلها ايه وهعملها البيتزا ازاي وانا هعمل ايه عشان اقضي معاها السهرة دي تبقى لطيفة كده وحلوة علينا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبنة كده اللي احنا بنحبها. دلوقتي يا حلوين هنعمل ايه؟ عندنا طبق فاضي وعندنا البيض. طبعا احنا هي بيتزا، ممكن تكونوا انتوا عارفينها وممكن لا، فالمكونات قدامكم. عايزين بيض، جبنة موزاريلا، التوم الباودر، البصل الباودر، حطاهم مع بعض. طبعا هي شكلها مش لطيف بس مش مهم، يعني احنا حاطينها هنا مع بعض. الفلفل الاسمر، الملح، هنا حاطه طماطمايه طماطم والفلفل، وفلفل تمام، ودقيق بلدي، وهنا دقيق بلدي لاني ما عنديش دقيق تاني، والجبنة السايحة، وهنا جبنة، تمام، اي نوع جبنة عندك. كل اللي احنا هنعمله، بسم الله، هنعمل كده في البيت. ما بتخبطيها في راسي احسن. لا طبعا ما ينفعش. هنحط الملح بتاعنا. بصوا احنا هنحط كمية ملح شوية، ممكن تكون كبيرة يعني تكفي الدنيا بتاعتنا كلها. بعد كده الفلفل الاسمر، بعد كده الفلفل الاسمر بتاعنا. هو مش كان هو مش ناعم قوي، فانا هحاول يا ستي وقع، هحاول اخد الناعم. دي الذرة، ده البصل البودر والثوم البودر. طبعا انا هضربهم مع بعض. حلو، ريحه البيض حلوه قوي بالبصل البودر والثوم البودر. هنضربهم كويس قوي مع بعض. بعد كده هبدا احط، تمام، هبدا احط الدقيق تدريجيا زي ما انتم شايفين كده. تمام، هو الدقيق ده المفروض ما يبقاش دقيق بلدي، يعني المفروض يبقى دقيق عادي. بس هو اللي متوفر دقيق بلدي، وهي خلاص اتقفلت معاها ان احنا نعمل لها البيتزا. فانا عايزه اوريكم بس الخطوات بتاعتنا، تمام، عشان ما يكلكعش. روحي دماغك فيه شوكه، الشوكه معايا بتنجز اكتر. كل بيضايه عليها معلقه دقيق، فدول معلقتين دقيق انا نخليهم كده بالمصفى. الغلطة دي اخر واحدة عندنا. جايبالي واحدة صغيرة. انا عملي تاني في اخر. انت تقلب كده بعملها انا. بس 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 حطي دي بعيد بأي مالك. تمام يا بنات، انا عارفه ان مهم بقى ان انتوا يعني ما بتيجي تعملوا للطفل حاجه زي كده تبقوا عايزين، تبقوا عايزين تعملوا له ايه، انضف حاجه واحلى حاجه. فالبيتزا دي هي البيتزا اللي هي بتحبها، وهي اسرع انواع البيتزا، يعني حتى اقولك ان دي اسمها البيتزا السايله، فدي اسرع انواع البيتزا. طب احنا كده تمام خلاص بقى، عملنا يعتبر عملنا العجينة بتاعتنا. لا ال ده خلاص ده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ المفروض يكون في زيتون او كده، فاحنا ما عندناش الزيتون، فهنستبدله طبعا بأي حاجة، يعني نحط طماطم طماطم والفلفل بتوعنا، تمام. الجبنة دي احنا بنحبها قوي، دي جبنة عادية، يعني اي نوع جبنة عندك حطيه، جبنة رومي، جبنة مش رومي، اي حاجة. انا هفرولهم كده واحطهم. طب الجبنة الموزاريلا، تمام، الجبنة الموزاريلا عقبال ما تفك هنحطها في الاخر عشان تعمل لها كده وش. ايه هي متلجة لسه طالعة من
بالظبط، هي طالعه من الفريزر دلوقتي فمتلجه شويه. المهم ان الجبنه دي هتعمل مطه برضو حلوه قوي. دلوقتي بصوا مع بعض كده كلهم تمام، وعلى النار بقى. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه على النار، عشان طريقه تسويتها بتبقى ايه، شويه على النار من فوق وشويه تحت في الشوايه. فيلا بينا. هجيب طاسه على النار زي ما انتم شايفين، هسخنها كويس، احط كده نقطه زيت تمام، بحيث ان نقطه الزيت دي تتوزع كده في كل حته فيها وتبقى سخنه كويس. تمام عايز اقول لكم ملك مستعجله جدا يعني. طبعا ريحه القفله تطلع دلوقتي، اهل البيت كلهم نايمين، في جنة انا وهاجر جوه وفاطمه وماما وبابا نايمين، فدي عامله نص الليل بقى. تمام هنسهر بقى طول الليل. ما انتي سهرانه، هتتعشي وهتنامي خلاص كفايه. لا انا عسل خالص. طيب هنحط دلوقتي تمام، بسم الله كده. اول ما تحطي تفردي على طول بالطريقه دي تمام اهوت. هتوطي النار بقى عليها وهتجيبي غطا صغير تغطيها. اثناء ما انا بعمل لملك الاكل احاول اعمل لنفسي حاجه سخنه اشربها، هعمل لنفسي شاي اخضر اشربه، فبشغل الكاتل اهو. انا كده اهو حطيت الشاي الاخضر بتاعي تمام. انا عايزاه شويه يبقى مركز، فعامله فنجان صغير هغطيه عشان العطر الزيوت العطريه اللي فيه ما تطلعش بسهوله. ده اسمه شاي اخضر. احنا مستنيين كل ده يا بنات، احنا مستنيين البيتزا تخلص عشان حطينا الجبنه المونزاريلا عليها وكده، دخلناها الفرن، دخلناها الشوايه، فانا مستنيها تخلص الفرن والشوايه حوالي ما ياخد برضو يدي معايا الشاي. او الفنجان بتاع صورة. اوكي اثناء ما مالك هحط لها الاكل دلوقتي زي ما انتم هتشوفوا كده، هقعد اسمع فيديو على اليوتيوب ومحضره الهاند فري بتاعي والشاي الاخضر اللي انا ببقى سعيده جدا وبحس بانجاز ان انا شربت شاي اخضر في اليوم، لانها حاجه بتبقى مفيده جدا او رائعه، حاجه مفيده جدا للجسم ان انت تشربي شاي اخضر. مراك المفروض كده تتفرج على فيديو، بس هي متحمسه تاكل على السفره، فدي السفره اللي هي قاعده عليها اصلا تمام. قولولي بتشاركوا بتعملوا ايه مع اخواتكم الصغيرين لما بتسهروا معاهم او مع اولادكم يعني. هنا هتضربها، ما تستغربوش من السكينه، بس هي بتحب تاكل بالشوكه والسكينه، واحنا حاليا مش هينفع افتح الشوك والسكاكين. وهنا كانت معايا كده اتنين كاتشب فحطيتهم لها تمام. وطبعا عشان موضوع السفره بقى يا جماعه الخير الاتنين مع بعض، عايزه اعمل لها جو كده تحس ان هي فيه حقيقيه يعني. ايوه يا ملك. هنحط هنا الطبق تمام، هنا كده الشوكة والسكينة والاتنين الكاتشب، وهنا كده هنحط الطبق، وهنحط اتنين منديل جنبها عشان لو حبت تعمل حاجة، حبت تمسح بقها، حبت تمسح ايديها، تبقى كل حاجة متظبطة. اتحرقت يا جماعة، اتحرقت وملك مش هتسامحني تمام. هنحطها في الطبق ويلا بينا. ما تزعليش يا ملك من شكلها، ان شاء الله يبقى طعمها حلو. مش عارفه اتحرقت ازاي انا اصور معاكم، مش عارفه بجد ده حصل ازاي، بس انا هحاول اقسمها لها يعني عشان تعرف تاخد وتدي جواها بقى، هي تعيش بقى تعيش. دي الجبنه المونزاريلا هي كانت محطوطه اساسا وهي مش وقعت فجأة يا عيال.
هي يعني كانت محطوطه مش مستويه، سوري مش فكه يعني وكده. فلا ملك هتعجبك، هتعجبك اشياء اكيد يعني، ده شيء انا حاسه فيه. اوكي افتح لك دول، شايفه ايه الاحتراف؟ حطي كده بس. فملك اختي اساسا هي هتسامحني صح؟ مش انتي سامحاني؟ قولي لي بقى طعمها يبقى حلو ولا لا. ماشي يا قلبي. دلوقتي يعني كردة فعل. اوكي الشاي بتاعي بقى زي ما قلت لكم اتخلص من هاي الاشياء في الطبق حقي. ايش رأيك يا ملوك؟ حلو حلو. طب يا جماعة دعوني يعني ناكل معها، دعوني يمكن اطلع في الكاميرا يمكن لا، مش عارفة ابتدي منين يعني. انا عادي انت كل هنا، انا قصارى مش عارفة بصراحة. مش عارفة انا اللي عملته ده. لا ما تروح في الفيديو. بصوا بتطلع دخان. حلو. حلوة جدا صح؟ ايه ده كل الحاجات اللي انت عاملاها دي؟ بصي بس بصي مطة. طب يا جماعة انا بدي اسيب مالك ليو، هسيب مالك دلوقتي تخلص الاكل بتاعها وهروح انا اشرب الشاي الاخضر بتاعي واتفرج على فيديو وارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. بس كده نرسم بقى واللون بقى مش حلو يا ملك. حلو. يس. السلام عليكم. دلوقتي انا خلصت الفنجان بتاعي، انا لسه ما صليتش العشاء، هقوم اتوضى واجيب المصليه بتاعتي والمصحف والاستل من الاوضه، وهاجي هنا اصلي العشاء وهبدا ان انا اقرا قران شويه واسبح واستغفر وكده، وهقول لكم بعد كده هعمل ايه. يعني تقدروا تقولوا ان انا النهارده يعني هعمل معاكم قيام ليل، هصلي العشاء وهصلي الشفع والوتر، اتنين شفع وواحده وتر، ونقعد بقى مع بعض نقرا القران وكده. وبعد كده هعمل روتين الليل هوريكم ازاي، وهعمل لملك برضو روتين، هي لأول مرة هنعمل لها روتين، فتابعوا الفيديو لحد الآخر. خلاص أنا صليت قرأت القرآن وكمان قرأت أذكار المساء واستغفرت وعملت كل حاجة أنا عايزاها الحمد لله رب العالمين، وقرأت ملك قرآن كمان. بس روتيني وروتين ملك مش عارف اعملهم دلوقتي، هنعملهم في فيديو جاي ان شاء الله. يا رب يكون روتين عجبكم وفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا ضحكتوا معانا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو شير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب نوتا فلوجز. يلا مع السلامه.